السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين بإذن الله في كورس الليبيد، خلصنا آخر مرة اللي هي الكومباوند ليبيد. بإذن الله نخش على الدرايف ليبيد، وعرفنا قبل كده يعني ايه درايف ليبيد. درايف ليبيد ديت جاية من السيمبل، أو جاية من هيدروليسيس بتاع السيمبل والكومباوند، تمام كده تمام. وجاية برضو منين تاني؟ وجاية من اللي هو البريكورسرز اوف الليبيد. وبيقول لك برضو ان هي زي ار اسوسييتد وذ ليبيد ان نيتشر، يعني في حاجات في مركبات شبه الليبيد بالظبط، فبقول عليها ايه؟ بقول عليها درايف ليبيد، تمام كده تمام. طب قلنا بقى السيمبل هي جايه من السيمبل والكومبلكس ازاي. على سبيل المثال انت عندك السيمبل دوت بيتكون من ايه؟ بيتكون من فاتي اسيد والكحول. طيب لما انا كسرت بقى اللي هو السيمبل دوت اداني ايه؟ اداني فاتي اسيد والكحول. فانا ممكن كده اعتبر ان الفاتي اسيد اللي طالع ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن سيمبل ليبيد، عباره عن درايف ليبيد، تمام كده تمام. او الكحول اللي طالع برضو ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن برضو درايف ليبيد، تمام كده تمام. طيب والامثله برضو بتاع الدرايف ليبيد الثانيه اللي هي الفات سوليبل فيتامين والاستيرويد وهكذا، تمام كده تمام. هنبدأ بالاستيرويد اللي هو دوت ايه؟ دوت درايف ليبيد، تمام كده تمام. يعني ايه استيرويد؟ ايه هو الاستيرويد دوت اساسا؟ دوت عبارة عن اورجانيك كومباوند، مكون من كام ذرة كربون؟ مكون من 17 ذرة كربون، ودوت الشكل بتاعه. طيب ايه هي الحلقة ديت؟ اسمها ايه؟ سايكلو بنتانو بير هيدروفينان ثيرين رينج. الاسم طويل شوية بس ايه لازم تعرفه، تمام كده تمام. فدي بسميها الاستيرويد نيوكليوس، الايه؟ الاستيرويد نيوكليوس، تمام تمام. على ان احنا واحنا ماشيين دلوقتي لما اقول لك مثلا كوليسترول تقول لي ايه؟ دوت القلب. القلب بتاع الكوليسترول مين؟ اللي هو الحلقه اللي احنا الاربع حلقات اللي مع بعض دول، تمام كده تمام. قلت لك مثلا اللي هو الارجوستيرول، قلت لك كذا، قلت لك ده كل دوت الحلقة، بس باختلاف ايه بقى؟ باختلاف مثلا اضافة مركبات بقى على الحلقة دي، تمام كده. نشوف دلوقتي كل حاجة. طيب بيقول لك بقى ان الاستيرويد ممكن تتقسم الى ثلاثة، تتقسم ايه؟ الى ثلاثة. يبقى احنا قلنا الاستيرويد ده الاساسي بتاعي، الايه؟ الاساسي. ممكن بقى لما احط عليه حاجات فهو بقى ايه؟ يتكون لي شكل جديد تاني. طيب انا عندي هنا اللي هو الاستيرول اللي ايه، او الرقم واحد الاستيرول ده. ممكن تقول لي انت مختلف عن الاستيرويد ازاي؟ ده متميز بمجموعه هيدروكسيل، تمام تمام. انما النيوكليوس ديت بسميه اللي هي الاربع حلقات دولت بسميهم ايه؟ دولت بقول ان هم دولت الاستيرويد. طيب والبايل سولت، البايل سولت اند بايل اسيد دوت برضو ايه؟ دوت استيرو دوت برضو بيتكون من ايه؟ بيتكونوا من الاستيرويد. طيب والاستيرويد هرمون، الايه؟ الاستيرويد هرمون. قسمنا بقى عمل لك كلاسيفيكيشن للاستيرويد هرمون ديت الى 6 هرمون، واللي هو الكورتيكويد، الايه؟ الكورتيكويد. والله عندك بتختلف عدد ذرات الكربون، يبقى انت عدد ذرات الكربون بتختلف من في التقسيمه ديت. طيب عندي اول حاجه اللي هو الكورتيكويد ديت، بيقول لك ان هو كام ذره كربون؟ 21 ذره كربون، تمام. وقسمناها لاثنين اللي هو جلوكو كورتيكويد واللي هي مينيرالو كورتيكويد. طيب جينا بقى على اللي هي السكس هرمونز ديت، احنا عارفينها اللي هي ايه؟ اللي في ميل وفي فيميل. طب عارفين اللي هو الميل ده التستوستيرون، قال لك بيتكون من كام ذره كربون؟ بيتكون من 19 ذره كربون. طب لو جيت على الفيميل 6 اورجانز او 6 هرمون دوت ايه؟ اللي هو الاستروجين واللي هو البروجستيرون، وعارفين زي ما احنا شايفين كده ده 18 وده 21، تمام كده. ديت الكلاسيفيكيشن بتاع الاستيرويد هرمون. بعد كده هنخش بقى، احنا عرفنا ايه؟ قلنا رقم واحد كلاسيفيكيشن ايه؟ الاستيرول، الايه؟ الاستيرول. طيب عندي انواع الاستيرول بيندرج تحت ايه؟ والله على حسب هو فين. هو ممكن يبقى في النبات، فاسميه ايه؟ اسميه فايتوستيرول، اسميه ايه؟ فايتوستيرول. طيب لو كان في الفنجاي بسميه ايه؟ مايكوستيرول، مايكوستيرول. طيب لو كان بقى في الحيوانات اللي هي مثلا انسان او حيوان بسميه ايه؟ زوستيرول، تمام تمام. اول حاجه الفايتوستيرول ده بيقول لك دوت ايه؟ دوت موجود في النبات في الهاير بلانت. ذا موست امبورتنت وان از اللي هو اسمه ايه؟ بسميه بقى اللي هو السيتوستيرول. دوت ايه؟ ذا موست امبورتنت،
اهم واحد في النبات اسمه ايه؟ سيتوستيرول. طيب لو جيت بقى على المايكوستيرول، ده موجود فين؟ من اسمها مايكولوجي، يبقى فانجاي، تمام كده؟ تمام. بسميه بقى اللي هو the most important، مين؟ اللي هو الارجوستيرول. الايه؟ الارجوستيرول. بيقول لك والله ان الارجوستيرول ده موجود فين؟ في اليست. كان بي كونفيرتد فيتامين دي، اللي هو بيقول لك ممكن يتحول الى فيتامين دي. ازاي يتحول الى فيتامين دي؟ على سبيل المثال انت عندك فيتامين دي بيبقى تحت الجلد، بيبقى ايه؟ تحت الجلد على هيئه 7 دي هيدروكوليسترول، تمام؟ تمام. وهو ذكرنا كوليسترول، يبقى هنا اهو كوليسترول، يبقى انت عندك لما في ديت فيها اللي هي الاستيرويد، تمام؟ تمام. يبقى انت 7 دي هيدروكوليسترول دوت تحت الجلد عن طريق اليوفي بقى بيتحول الى كالسيفيرول، تمام كده؟ تمام. وبعد كده يروح بقى الانتستين والليفر، يحصل له هناك ايه؟ يحصل له الاكتيفيشن، يحصل له ايه؟ الاكتيفيشن، تمام كده؟ تمام. بعد كده عندنا والله اللي هو الزوستيرول. ماله الزوستيرول؟ بيقول لك دوت موجود في الانيمال. ذا موست امبورتنت از ايه؟ اللي هو الكوليسترول، تمام كده؟ اهم واحد فين؟ اللي هو الكوليسترول. يبقى تاني كده احنا قسمنا الاستيرول والله ايه؟ الى فايتوستيرول ومايكوستيرول وزوستيرول. قلنا اهم واحد في اللي هو الفايتوستيرول مين؟ اللي هو السيتوستيرول. طب والمايكوستيرول؟ الارجوستيرول. طب والزوستيرول؟ اللي هو الكوليسترول، تمام كده؟ تمام. وهنا بقى قلنا ايه؟ زي ما احنا لسه قايلين، ديت القلب اهوت، القلب ديت اللي هم الاربع حلقات دولت، تمام؟ تمام. هتلاقي مشترك ما بين اللي هو الفايتو والمايكو والزو الاربع حلقات، اللي ايه؟ الاربع حلقات. بس هتلاقي مثلا هنا ده مختلف عن ده عن ده، تمام؟ تمام. يبقى انت هتلاقي فيه اختلافات، ماشي ماشي، بس هم مشتركين في الاصل اللي هو الاستيرويد، تمام؟ تمام. بعد كده هنبدا بقى بمين؟ اللي هو الكوليسترول. ما هو احنا البشر، احنا اللي هم الحيوانات عامه، يعني احنا هناخد ايه؟ هندرس اللي عندنا. والله انا لا هدرس الكوليسترول، هدرس الارجوستيرول ليه؟ فاحنا هندرس اللي هو الكوليسترول، تمام؟ تمام. اول حاجه، اول معلومه بيقولها لك كده، الكوليسترول ريديوسد ان ذا بودي، بيحصل له اللي هو اختزال في الجسم، يتحول الى بقى ايه؟ داي هيدروكسي كوليسترول. يبقى بيتحول الى ايه؟ داي هيدروكسي كوليسترول، اللي هو بيقول عليه ايه؟ اللي هو كوليستانول، تمام كده؟ تمام. او ان هو برضو ريديوسد، برضو فين بقى؟ قال لك في الباي اللي هي باي انتستاينال بكتيريا. باي ايه؟ انتستاينال بكتيريا، يتحول الى كوبروستانول. يبقى عن طريق الانتستاينال بكتيريا بيتحول الى كوبروستانول. طيب ممكن بقى نعمل اوكسيديشن للكوليسترول ده، اوكسيديشن للكوليسترول ده. طيب بيقول لك الكوليسترول اوكيور ان ذا ليفر اند انتستين سكين فورم، يعني هو عايز يقول لك ايه من الاخر هنا؟ يعني بيقول لك انك انت عندك الليفر بيصنع لي مين؟ الليفر والانتستين بيصنعوا الكوليسترول، تمام كده؟ تمام. وبعد كده يحصل كده عن طريق انزيماتيكالي، يتحول اللي هو الكوليسترول ده 7 دي هيدرو كوليسترول، يروح يبقى تحت الجلد عن طريق اليوفي، زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي في المايكوستيرول ان هو عن طريق اليوفي اللي يحصل يتحول الى كوليسترول، كوليكالسيفيرول، يتحول الى ايه؟ كوليكالسيفيرول. وبعد كده يحصل له الاكتيفيشن في الليفر والانتستين، تمام كده؟ تمام. بيقول لك بقى it is precursors of bile acid. يبقى انت خلي بالك كده ان انت عندك الكوليسترول ده بريكورسر من مين؟ من اللي هما بيدخل في تركيبه، يعني البايل اسيد اند اول ستيرويد هرمون. يبقى كل الستيرويد هرمون بيتكونوا من مين؟ بيتكونوا من الكوليسترول ده، تمام كده؟ تمام. ودوت شكل الكوليسترول اهو. بعد كده هنخش بقى على الامبورتنس بتاع الكوليسترول. بيقول لك والله ان هو اول حاجه بيقول لك جاي من الاسيتايل كو اي. ازاي ده؟ الاسيتايل كو اي ده صغير قوي، عدد كربونات قليل جدا. ازاي بيكون لي يجي 20 ولا 21 ولا بيكون لي عدد ده من الكربونات؟ قال لك دوت عن طريق اللي هو الاسيتايل كو اي ده بيتحول الى مركب تاني. الكلام دوت هنا ما ينفعش نقوله عشان ده
كده هنخش بقى في الميتابوليزم بعمق. احنا دلوقتي انا بقول لك الفكره بس، ان هو الاسيتيل كو ده بيتحول الى مركب تاني، وفي بقى مركب كبير، مركب كبير يجي يتحد معاه، وبعد كده يحصل ايه؟ تكوين الكوليسترول ده. تمام كده؟ تمام. بعد كده بيقول لك it is widely distributed in all tissue، يبقى انت عندك الكوليسترول دوت موجود في كل التيشو. تمام كده؟ تمام. بس بيقول لك but higher concentration are present، موجود فين؟ في النيرفس تيشو والليفر. تمام كده؟ تمام. وبيقول لك بقى الاماكن الثانيه موجود في الادرينال والجونادز اللي هي الاعضاء التناسليه يعني، والسكن والاديبوس تيشو. تمام كده؟ تمام. رقم ثلاثة بقى بيقول لك ايه؟ النورمال. في حاجه الكوليسترول النورمال بتاعه، انت ممكن تقول لي هو الكوليسترول اساسا الكوليسترول ده مفيد؟ مفيد في حاجه؟ اكيد الكوليسترول مفيد، ده احنا قلنا بيدخل في تركيب اول ستيرويد هرمون، وبرضه بيدخل في تركيب الفيتامين، وبرضه بيساعد في اللي هي الدايجيشن بتاع مين؟ بيساعد في الدايجيشن بتاع الليبد. ازاي بيساعد في الدايجيشن؟ ما هو بيكون لي البايل سولت، احنا لسه قايلين بيكون لي البايل اسيد. تمام؟ تمام. يبقى هو ده مفيد جدا الكوليسترول ده، الايه؟ الكوليسترول مفيد جدا، بس ايه؟ لو حصل هايبر كوليستريميا او هايبر كوليستيروليميا دوت بيسبب لك ايه بقى؟ ممكن يسبب لك اللي هي الاثروسكلروزيس. تمام كده؟ تمام. طب الرينج بتاعه من 120 ل 200، طب زاد يحصل لك ايه؟ هايبر. تمام؟ ده بيقول لك مينلي اكسكريتد فروم بادي ان بايل، بيقول لك احنا البايل ديت هي بتدخل في تركيب الكوليسترول. ايه ده؟ استنى كده، ده انت قلت لي فوق ان الكوليسترول هو اللي بيدخل في تركيب البايل. لا، الاثنين عادي. الايه؟ الاثنين عادي. هناخد ده في الميتابوليزم. ازاي بقى؟ اقول لك فكره بسيطه كده يعني عنه، ان البايل بتدخل في تركيب مين؟ الكوليسترول. افتكر ديت البايل في تركيب مين؟ الكوليسترول. يعني بيصنع البايل، بصنع الكوليسترول من البايل. ازاي بقى؟ قال لك والله انت عندك اول حاجه الليفر بتديني ايه؟ هي اللي بتصنع لي البايل. تمام؟ تمام. وبعد كده قلنا بتتخزن، وبقى المهم بتروح عند الانتستين. تعمل هناك؟ قال لك بتبقى برايمري اللي هي بايل اسيد، اللي هي بسميها الكوليك اسيد. الايه؟ الكوليك اسيد. طيب بعد كده بقى البرايمري اللي هي الكوليك اسيد ده يتحول الى بقى اللي هي دي اوكسي كوليك اسيد. ايه؟ دي اوكسي. عن طريق مين؟ اللي هي البكتيريا، اللي هي الانتستاينال بكتيريا. تاني اول حاجه عندنا اللي هي البرايمري بايل اسيد، اللي هي المثال بتاعها مين؟ الكوليك اسيد. الايه؟ الكوليك اسيد. طيب ده برايمري لسه، انا عايز احوله لسكندري بايل اسيد. لايه؟ لسكندري بايل اسيد. ازاي؟ قال لك والله عن طريق الانتستاينال بكتيريا. يتحول الى من الكوليك اسيد الى مين؟ الى الديوكسي كوليك اسيد. المهم يعني الديوكسي كوليك اسيد دوت يتحول الى بايل سولت عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيتحد مع امينو اسيد. يبقى احنا كوننا البايل سولت اللي هو السكندري. تمام؟ تمام. بعد كده يتحد مع مين؟ يتحد مع امينو اسيد اللي هو ايا كان بقى، ممكن يبقى سيرين وممكن يبقى تورين. طيب بعد كده بقى يكون لك ايه؟ كده كون لك اللي هو البايل سولت. الايه؟ البايل سولت. يبقى في البدايه كانت بايل اسيد برايمري، بعد كده اتحولت الى سكندري عن طريق البكتيريا اللي هي الانتستاينال بكتيريا، من الكوليك اسيد الى ديوكسي كوليك اسيد. بعد كده اتحدت مع امينو اسيد معين، راحت ايه؟ الى البلاد ستريم بقى، وعن طريق انزيماتيكالي كده 60,000 تفاعل كده ولا حاجه، تفاعلات كتير يعني، اتكون لي مين بقى؟ اتكون لي الكوليسترول. تمام كده؟ تمام. ده باختصار يعني. بعد كده بيقول لك بقى it is converted liver اللي هي 7 ديهايدرو قلناها 60 مره، اللي هو بتاع فيتامين دي، بيحصل له ايه؟ بيحصل له اللي هو يتحول الى كوليكالسيفيرول، بعد كده يحصل له مين؟ يروح فين؟ اللي هو يحصل له اكتيفيشن في الليفر والانتستين. تمام كده؟ تمام. بعد كده بقى احنا خلصنا مين؟ الكوليسترول. نخش على البايل سولت. الايه؟ البايل سولت والبايل اسيد. بيقول لك ايه؟ احنا لسه قايلين دلوقتي حالا اهو ان لما عملنا ايه اللي هي البايل اسيد، لما قلت لك الديوكسي كوليك اسيد، الديوكسي كوليك اسيد دوت ايه؟ سكندري بايل اسيد. ماشي؟ ماشي. طيب ده اتحد مع مين؟ اتحد مع اللي هو
الجلايسين او التورين، اتحد مع الجلايسين او التورين، كون لي مين بقى؟ كون لي البايل سولت. الايه؟ البايل سولت. طب هل شرط جلايسين وتورين بس؟ قال لك لا، في حاجه تانية. تمام كده؟ تمام. يبقى هنا بقى بيقول لك ايه بقى؟ with glycine or taurine secreted in bile form ذريبه لا صوديوم سولت. تمام كده؟ يبقى ديت البايل سولت. ماشي. بعد كده بيقول لك الكونفرجن تو بايل سولت از ان امبورتنت ميكانيزم ريموفال كوليسترول فروم بلاد. لو تفتكر بقى انت في المحاضره اللي فات لما انا قلت لك هيدروتروبيك فاكتور، ها افتكر كده معايا يعني ايه هيدروتروبيك فاكتور؟ افكرك انا، هيدروتروبيك ديت يعني بيعمل اللي هو تكسير للايه؟ للي هي الليبيد او اللي هي الكوليسترول، بيحول اللي هي الجالستون، الجالستون اللي هي اللي زي الكوليسترول اللي هي المكعبره كده اللي هي الكبيره، يحولها يعمل لها ايه؟ ايمالسيفيكيشن، يحولها الى ايه؟ الى قطع صغيره. ديت بسميها الهيدروتروبيك فاكتور. تمام كده؟ او هيدروتروبيك سبستانس. فهنا بيقول لك بقى الايمالسيفيكيشن بيساعد فين؟ بيساعد اللي هي البنكرياس، البنكرياس بيديني اللي هو بنكرياتيك لايبيز. هو اسمه ده عندك بقى البايل سولت ديت بتساعد لي البنكرياتيك لايبيز علشان ايه؟ بتساعده في الدايجيشن. تمام كده؟ تمام. بعد كده بيقول لك بريفنت بريسبتيشن، بتمنع البريسبتيشن اللي هي الكوليسترول ان لسه احنا قايلينها دلوقتي اللي هي الجالستون، بيمنع لك ايه؟ فورميشن اهوت اوف الكوليسترول ستون اللي بسميها الجالستون. تمام كده؟ تمام. بعد كده بيقول لك برضو زي استيميوليت ليفر سيل، بيحفزوا الليفر سيل تو سكريت مور بايل، بسميها ايه؟ اللي هي كلوريتيك افكت. اسمها ايه؟ كلوريتيك افكت. مش فاهم حاجه. كلوريتيك افكت يعني ايه؟ عندك اول حاجه لو الكوليسترول عالي يحصل ايه؟ قال لك والله البايل سولت يعلى عن طريق مين؟ الكلوريتيك افكت ديت. الايه؟ الكلوريتيك افكت. تاني اول حاجه عندك الكوليسترول لو عالي، لو ايه؟ الكوليسترول عالي البايل سولت تعلى. طب ليه البايل سولت تعلى؟ مش احنا قلنا لو الكوليسترول عالي عندك اللي هي البايل سولت ديت بتعمل دايجيشن، يعني بتعمل اللي هي الايمالسيفيكيشن هيدروتروبيك فاكتور، صح؟ ما ينفعش اللي هو الكوليسترول يعلى عن المعدل الطبيعي، فبالتالي الكوليسترول عالي ايه اللي يحصل؟ البايل سولت تعلى معايا، صح كده؟ طيب عليت معايا يبقى دي بسميها ايه؟ الكلوريتيك افكت. تمام كده؟ تمام. بعد كده نخش بقى في حاجه جديده اللي هي مين؟ الايكوزانويد. يبقى احنا خدنا اول حاجه، خدنا ايه؟ خدنا والله قلنا الاستيرول، ايه قلنا اول حاجه؟ الكوليسترول. اول حاجه عرفنا ايه هما الاستيرول اساسا في النبات واللي هي الفنجاي ولو هي مثلا في الحيوان. تمام كده؟ تمام. بعد كده دخلنا على مين؟ على الكوليسترول، صح كده؟ وبعديها دخلنا على البايل سولت. طيب دلوقتي بقى نخش على مين؟ هنخش على الايكوزانويد. طيب ايه هو الايكوزانويد؟ والله ده درايف ديليبيد عادي يعني. طيب ماله؟ بيتكون من ايه؟ قال لك والله ان الايكوزانويد ده هو بيتكون من الاراكيدونيك. انت بقى تفتكر معايا كده الاراكيدونيك دوت كان من مين ده؟ ده بولي انساتوريتد فاتي اسيد. بولي ايه؟ انساتوريتد فاتي اسيد. بيتكون من 20 ذره كربون. تمام كده؟ بيتكون من مين؟ يبقى الايكوني اللي هو ايه؟ الاراكيدونيك. الايه؟ الاراكيدونيك هو اللي بيدخل في تركيب مين؟ الايكوزانويد. ماشي؟ ماشي. ازاي بقى؟ تعال نشوف مع بعض ازاي دلوقتي. قال لك انت عندك في انزيمين، في ايه؟ انزيمين اللي هو السايكلو اوكسجينيز او اللايبو اوكسجينيز. طيب مالهم دولت؟ تعال اقول لك مين هم اساسا الايكوزانويد دول، وبعد كده نرجع نشوف الوظيفه بتاعتهم دلوقتي. اول حاجه عندك السايكلو اوكسجينيز بيشتغل على مين؟ حاجه اسمها البروستانويد. الايه؟ البروستانويد. ايه البروستانويد ده؟ ما ده دوت من ضمن الايكوزانويد. الايكوزانويد قسمناهم لاثنين،
مين؟ البروستانويد والليوكوتورين. بروستانويد والليوكوتورين دولت ايه؟ الايكوزانويد. بس قال لك والله في الايكوزانويد انت عندك في انزيمين، والله واحد بيشتغل لي على البروستانويد ده، واحد بيشتغل لي على الليوكوتورين ده. واحد بيشتغل لي على مين؟ على البروستانويد، واحد بيشتغل لي على الليوكوتورين. انا بيشتغل لي على البروستانويد السايكلو اوكسجينيز. طيب عندي بقى في البروستانويد ثلاثة، بروستا جلاندين وبروستا سايكلين وثرومبوكزان. تاني يبقى سايكلو اوكسجينيز بيشتغل على مين؟ بيشتغل على ايه؟ اللي هو البروستانويد. طيب البروستانويد ده بيندرج تحتها كام؟ بيندرج تحتها ثلاثة، بروستا جلاندين وبروستا سايكلين وثرومبوكزان. طيب اللايبو اوكسجينيز اللي هو بسميه لوكس والتاني كوكس، كوكس ولوكس. لايبو اوكسجينيز من اسمه كده لايبو، يبقى ايه؟ ليوكوتورين. ليوكوتورين يبقى ال مع ال. تمام. نرجع بقى للصفحة اللي فاتت كده، احنا عرفنا ايه؟ عرفنا مين هو البروستانويد ومين هو الليوكوتورين. تمام كده، دوت عبارة عن الايكوزانويد بيشتغل والله عليهم انزيمين مختلفين، البروستانويد بيشتغل عليه السايكل اوكسجينيز، واللي هو الليوكوتورين بيشتغل عليه مين؟ اللايبو اوكسجينيز. تمام. فهنا هو بيقول لك بقى احنا عرفنا ان هم الايكوزانويد ده جاي من مين؟ جاي والله من الاراكيدونيك اسيد. طيب قلنا بيشتغل ايه عليهم؟ انزيمين اللي هو الكوكس واللوكس. طيب زي ما احنا قلنا بقى اهوت الاراكيدونيك اللايبوكسيجينيز، تخيل انت كده هيديني مين؟ ما احنا لسه قلنا ليوكوتورين اهو، في الناتج النهائي مين؟ ليوكوتورين. طيب الاراكيدونيك اشتغل اللي هو اللي اشتغل عليه السايكلوكسيجينيز، هيديني مين؟ هيديني البروستاجلاندين. الايه؟ البروستاجلاند. تمام كده، اعتقد كده اتفهمت. تمام كده، تمام. طيب كده احنا ايه؟ فرشنا الدنيا، فرشنا في الايكوزانويد، عرفنا الدنيا ايه؟ بروستاجلاند والله واللي هو الليوكوتورين. تمام كده، تمام. احنا بروستانويد وليوكوتورين. طيب تعالى بقى نخش على البروستاجلاندين، الايه؟ البروستانويد بيندرج تحتها كام؟ قال لك احنا قلنا ثلاثة، قلنا كام؟ ثلاثة. بس انت عندك في نوعين من البروستاجلاندين، الايه؟ البروستاجلاند. قال لك في واحد اسمه E2 بروستاجلاندين E2 وبروستاجلاندين F2 alpha. طيب تعالى كده مع بعض، علشان ايه ديت محتاجة ايه تتفهم، علشان هتلاقي فيه ايه اللي هو بيحصل انتاجونستك مع بعض، يعني هتلاقي ديت ايه، هتلاقي واحد عكس التاني. تمام. اول حاجة عندك مين؟ البروستاجلاندين E2 ماله ده؟ قال لك والله بيشتغل ان هو بروتكتيف فانكشن ان اللي هي جاسترو انتستاينال تراكت، ديت اختصار ايه؟ جاسترو انتستاينال تراكت. طب بيعمل ايه طيب دوت؟ قال لك والله بيعمل لي بريفنت حاجة اسمها اللي هي بيبتيك ألسر. بيبتيك ألسر، ايه هو البيبتيك ألسر دوت؟ بيبتيك ألسر ده عبارة عن زي قرحة في المعدة كده. طيب دي جاية نتيجة ايه؟ قال لك والله ايه؟ او بتيجي نتيجة ايه ديت؟ والله ان انت عندك ان البروستاجلاندين E2 ده بيدخل في تركيب غشاء كده، بيبقى ايه؟ بيبقى في المعدة. تمام، في الاستومك. تمام كده، تمام. بيعمل ايه ده؟ قال لك والله مش انت عندك HCL؟ HCL. طيب عندك بقى الغشاء ده بيحميلك ايه؟ بيحميلك اللي هو من ان تتصاب بايه؟ اللي هو البيبتيك ألسر. طيب بيعمل ايه تاني؟ قال لك والله ان هو تريت اللي هي برونكيال اسيزما. ايه هي البرونكيال ديت؟ زي ربو كده على الصدر. تمام كده، ده بيه؟ يبقى انت عندك اللي بيعمل تريتمنت للبرونكيال اسيزما مين؟ اللي هو بروستاجلاندين E2. بروستاجلاندين E2. طيب بيعمل حاجه تاني برضو اللي هي فازو دايليشن. فازو ايه؟ دايليشن. افتكر معايا دي بقى علشان اللي جاي. بص بروستاجلاندين احنا نمشيها بالترتيب دلوقتي،
بروستاجلاندين دوت ايه؟ فازو دايليشن، اللي بعده فازو كونستراكشن، اللي بعده فازو دايليشن، اللي بعده فازو كونستراكشن. مش فاهم حاجه. عندك اللي هو البروستاجلاندين اي 2 دوت ايه؟ دوت ايه؟ بنقول عليه فازو دايليشن. طب واللي بعده؟ فازو كونستراكشن، واللي بعده؟ فازو دايليشن، واللي بعده؟ فازو كونستراكشن. تمام؟ انت مش ماشيها واحده واحده، دوت للحفظ، دوت عشان ايه؟ تفتكرهم. بس احنا هنفهم دلوقتي كل حاجه يعني. تمام كده؟ تمام. تعالى بقى مع بعض كده، احنا عرفنا ايه هو البروستاجلاندين اي 2، تعالى نعرف بقى ايه هو البروستاجلاندين اف 2 الفا. بيقول لك ده فازو كونستراكشن، زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، زي ما احنا ليه لسه قايلين فازو كونستراكشن. طيب بيعمل ايه بقى؟ قال لك والله اثناء اللي هي الولاده اللي بيحصل بده بيحفز لتقلص الرحم، واللي هي بيحفز لي برضه اللي هي اللي بيعمل استيميوليشن للحاجه اسمها اللي هي الطلق ديت قبل الولاده، بتبقى مثلا ممكن يومين ثلاثه الكلام دوت، فهو بيحفز لي الكلام ده. تمام تمام. وقول لي افتكر معايا فازو كونستراكشن، يبقى دوت فازو كونستراكشن اللي فوقيه فازو دايليتور. تمام تمام. يبقى دوت ايه؟ بروستاجلاندين، الاثنين بروستاجلاندين بس عكس بعض. طيب نخش بقى على البروستاسايكلين، ده برضو من البروستانويد. تمام، احنا لسه في البروستانويد لحد دلوقتي. فازو دايليتور، يبقى دوت ايه؟ فازو دايليتور. تمام تمام. طيب يعني ايه فازو دايليتور برضو؟ انت ما قلتليش يعني ايه فازو دايليتور. يعني زي بيعمل لك بيشتغل كانتي اوج انتي كوجيلانت، يعني مضاد زي اللي هو للجلطات. تمام كده تمام. طيب وبيعمل ايه تاني؟ احنا قلنا ايه؟ فازو دايليتور. تمام تمام. قال لك برضو it is also inhibit اللي هي بليت اجريجيشن. ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو بيعمل ايه؟ انهبيشن، بيعمل انهبيشن للبليتس، لا بليتلتس. لما قلت لك فازو دايليتور انت قلت لي ايه؟ ده كده بيمنع لي ان اللي هي اسمها دي البليتلتس تتكون، فبالتالي ده كده بيمنع لي اللي ايه؟ اللي هي الكلوتنج. بالظبط كده. طيب بعد كده نخش على اخر واحد اللي هو الثرومبوكزان. الايه؟ الثرومبوكزان. ماله الثرومبوكزان دوت؟ ايه ماله كده؟ الثرومبوكزان ده احنا قلنا اللي فوقيه كان ايه؟ فازو دايليتور، يبقى اللي تحته فازو كونستراكشن. فازو ايه؟ كونستراكشن. تمام كده؟ تمام. فازو كونستراكشن يعني ايه؟ يعني هو اللي بيكون لي الكلوتنج اساسا، هو اللي بيعمل لي الكلوتنج. طيب واداك معلومه ثانيه، قال لك ان البروستاسايكلين ار فسيولوجيكالي انتاجونست مع مين؟ مع الثرومبوكزان. تمام تمام. يعني انتاجونيزم يعني بيقول لك بيعملوا بالانس، والله واحد بيشتغل ان هو فازو دايليتور، واحد فازو كونستراكشن، واحد والله بيسبب لي الكلوتنج، واحد ايه؟ واحد بيشل الجلطه. تمام تمام. يبقى هما بيعملوا ايه؟ بيعملوا بالانس. طيب مديك بقى حاجه اسمها اللي هي السبرين، ملهاش علاقه بيه، يعني ده مش نوع من البروستانويد. يعني ايه هو السبرين؟ بيقول لك انتي انفلاماتوري اند انتي اللي هي ثرومبوتيك. يعني ايه دوت الاسبرين ده؟ بيسبب لك السيوله، سيوله. تمام يعني بيعمل لك ايه؟ ده انتي كوجيولانت، انتي كوجيولانت. تمام كده. يعني ايه؟ يعني دوت بيمنع لك الكلوتينج. تمام كده تمام. طيب يعني انت بقى كده بيشتغل عكس مين؟ ها بيشتغل عكس مين؟ اي حاجه فازو كونستراكشن. فازو ايه؟ كونستراكشن. عندنا مين بقى اللي هو الفازو كونستراكشن؟ عندنا والله اللي هو البروستاجلاندين، البروستاجلاندين اهو، والثرومبوكزان. تمام كده تمام. فهنا بيقول لك ايه؟ ديكريزنج فورميشن بروستاجلاندين. انهي واحد من البروستاجلاندين؟ مش الاثنين، ما احنا قلنا في اثنين عكس بعض، اي عكس اف 2 الفا. انهي واحد من الاثنين؟ البروستاجلاندين اف 2 الفا. تمام. والثرومبوكزان. كده احنا خلصنا، عرفنا ايه هي البروستانويد. تمام كده تمام. نخش بقى على الليوكوتورين. الايه؟ الليوكوتورين. والله الليوكوتورين ايه هي الليوكوتورين ديت؟ من اسمها جايه من الليوكوسايتس، اللي ايه؟ الليوكوسايتس كونتين تيبيكالي اللي هي مع الترين. تمام تمام.
والاستراكشر بتاعها لك بيحتوي على 3 دبل بوند، تمام كده؟ تمام. بعد كده بيقول لك زي ار انفلوفد ان كيمو تاكسز. تروح انت قايل لي بقى ايه يعني ايه اساسا كيمو تاكسز؟ كيمو تاكسز دي التحرك في اتجاه الخطر من المواد الكيميائيه. يعني ايه؟ يعني اول ما يشوف مثلا مواد كيميائيه يحصل ايه؟ كيمو تاكسز. تمام تمام. وبيقول لك برضو الانفلاميشن اند الارجيك رياكشن. يبقى ايه؟ انفلاميشن الارجيك رياكشن، يعني هو دوت هنشوف دلوقتي ان انت عندك حاجه اسمها الماست سيل. الماست سيل ديت ايه؟ ديت هي المسؤوله عن الانفلاميشن. تمام كده؟ تمام. طيب عندنا منهم اتنين بقى، اللي هو الدي 4 اللي هو الليوكوتورين دي 4 والليوكوتورين بي 4. بيقول لك ان الليوكوتورين دي 4 ده بيشتغل والله ببطء. بيشتغل ايه؟ ببطء، بس بيسبب لك، ممكن ده بيسبب لك امراض شنيعه اللي هي الحساسيه. تمام كده؟ طب بيعمل لي ايه ده بقى؟ قال لك والله ده ممكن اساسا اللي هو يسبب لك كوزنج اثيزما. ايه هي الاثيزما ديت؟ احنا لسه قايلينها، اللي هي ربو. تمام كده؟ ان هو بيهيج لك الجهاز المناعي اللي هو يسبب لك حساسيه يعني. تمام؟ تمام. او بيقول لك كوزنج سوولينج. لمين؟ قال لك سوولينج للكورنري ارتر اللي هي الشرايين التاجيه، الشرايين الكبيره. تمام كده؟ تمام. يسبب لك فيها، يحصل لها سوولينج، انتفاخ. تمام كده؟ طيب وبيعمل ايه تاني؟ قال لك والله ممكن يعمل لي ليكج اساسا فروم سمول فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه، ممكن يعمل لك ايه؟ يسرب منها. تمام كده؟ زي يسبب لك ثقب فيها كده. دوت ايه؟ اللي هو الدي 4. طيب تعالى بقى نشوف اللي هو الليوكوترين بي 4. ماله دوت؟ قال لك والله ده بيعمل ستيميوليشن للجهاز المناعي اللي هو اهو اتراكت ليوكوسايت. ليوكوسايت من ضمنهم مين؟ قال لك النيوتروفيلز واند ايزينوفيلز. النيوتروفيلز والايزينوفيلز ده احنا عارفين ان هي ليوكوسايت، كرات اللي هي خلايا دم بيضة. طيب طب بيعمل لها بقى اتراكت فين بقى؟ قال لك والله ايه؟ وير فاوند لارج نمبر سايت اوف اللي هي الانفلاميشن. لما انت حضرتك بتتعور كده تمام، ويحصل لك بقى اللي هي الحساسيه. تمام تمام. وكده الحمد لله خلصنا حلقتنا، فاتمنى تكونوا استفدتم، ولو استفدت تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.